اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اطباء على الهوا أه سعيدين جدا بهي العوده الكم مشاهدينا الاعزاء اليوم أه برضو موضوعنا اذا شفتوا البرومو للحلقه او الاعلان للحلقه كان عن العيون حلقه ثانيه عن العيون راح نكون معها اولا ضيفتنا مميزه كثير خذوا ورقه وقلم استفيدوا من المعلومات أه بنستقبل اتصالاتكم الارقام التليفونات راح تطلع على الشاشه سجلوها واحكوا معنا هلا بدنا نبلش بنصيحه اليوم، اليوم فضلت احكي بموضوع هو بالنسبه لي انا يعني حساس انا لازم اخسس وزني شوي، فقلت خلينا نحكي عن العادات الخاطئه اللي الواحد بيمر فيها شوي خلال نهاره، المعلومات السريعه اللي بدي اعطيكم اياها من الاشياء اللي اللي بتسيء لوزنك او بتصعب عليك فقدان الوزن انك تعمل رجيم او نظام غذائي تقلل نظامك الغذائي دايت بسموه تعمل دايت قاسي رجيم قاسي في فتره قصيره بسموهم كراش دايت هدول الكراش دايت ما بيفيدوا الرجيم القاسي يعني انت بدك تخسر خمسة كيلو خلال هذا الشهر الجاي او الاسبوعين الجايين عندك مناسبه قررت انك ما تاكل ولا اشي أه وتضلك بس على الخضار، هل هذا بفيد؟ هلا هل هو ما بضر يعني انه انت تاكل خضار بس ما راح تاخذ النتيجه اللي بدك اياها لانه لما تعمل هاي الحركه تقلل من اكلك وتصير تاكل اشياء بس ما بتشبع الجسد كانك انت بلشت تضحك على آه عم تحاول تضحك على عمليه الايض او عمليه حرق الطاقه في جسدك ومع الاسف ما بتزبط، ليش؟ لانه عمليه الايض بهاي الحاله بصير عندها رده فعل تبطأ بتصير بطيئه هي لانه انت عم تاكل قليل وغير مفيد هي بتصير ابطأ عمليه الايض، هلا انت الخدعه عشان انت او انت او المشاهد الكريم يخسر وزن انك تخلي عمليه الايض شغاله وما تكون عم عم تكسب سعرات حراريه عاليه. اوكي فهي عمليه الايض يعني انك تخلي المحرقه الحارق جوا شغال تبع الخلايا بس أه ما تكون عم بتغذيه ب أه أه حراريه عاليه يعني زي الشحم والدهن والزيوت وهي الشغلات وكثير من النشويات النشويات ممتازه احسن شيء أه غذاء متعادل بس مرات لما بدنا أه نحرق اكثر من الدهون اللي هي مصدر الطاقه الثاني المصدر الاول هو النشويات لازم نقلل مصدر الطاقه الاول الا وهو النشويات عشان يحرق المصدر الثاني اللي هو الدهون مش نشيله بالمره قللوه كتير لانه لازم يضلوا موجود عشان هو المحفز الاقوى لعمليه الايض بتحفز عمليه الايض فيه وبعدين تسحبه وبتضلها شغاله اتصور هيك انا عم طلع لو بعرفكم عليها عشان ااكد المعلومه هلا برضو عندنا الفطور الصبح بيساعد كثير باكثر من بحث وجدوا انه عمليه الافطار الافطار الصحي الغني هو من الاسباب اللي بتساعد الفرد يا اما على انه ينقص وزنه اذا كان بده ينقص وزنه او يحافظ على وزن متوازن يحافظ على ثبات وزنه اذا كان بيفطر بشكل غني وصحي الصبح اهم وجبه بالنهار عشان تبلشوا تشغلوا المحرقه تبعيتكم هي وجبه الفطور كثير بتساعد على انك تنقص وزنك فاذا بدكم تلغوا اي وجبات ما تكونش وجبه الصباح تكون اي وجبه ثانيه خلال النهار هلا ما تلغوا الوجبات احنا بنقول انه النقنقه هي اللي بتسمن وعدم النقنقه برضه بسمن تحت نفس يعني لما تنقنقوا اشياء كثير بسعرات حراريه عاليه هاي بت بتخليكم تسمنوا ولما ما من نقنق بالمره ما تاكلوا هيك وجبات صغيره او اشياء صغيره بين الوجبات خلال النهار برضه انت عم تحرموا جسدكم من آه من عملية إنه يوصلوا أكل فبصير يعمل نفس الشيء عملية الأيض بتبطأ زي ما قلنا أول مرة لما تعملوا له ريجيم قاسي تحرموه من أي شيء برضه لما تقللوا النقنقات آه بيحبس عملية الأيض، طيب. طيب شو نعمل بهالحالة؟ الحالة؟ نقنقوا إشي صحي هذا هو الحل يعني بدنا نحط آه لما بدك مصدر للسكر فواكه مجففة كويسة. آه شويه آه حبوب آه مثل اللوز والجوز نيه وبنحكي عن كميات قليله يعني اقل من حفنه يد يعني بالحبات عم بنحكي هدول الواحد نقنق عليهم يعني انتقي ايش نقنق عليه آه جزر آه خيار بندوره خس آه الخضار جميعه الوانه آه بتشوفوها هي آه النضاره اللي فيها أنتوا بتكسبوها أه لما تاكلوها مش لما تحطوها على وجهك او تدهنوها لازم يفوت عشان نكسب الاشي قلنا اكثر مره يمتص من الجسد زي اللي بيكسر حبه اسبرين بحطها على سنه عشان يطير الوجع هذا ما بفيده لازم يبلعها لحبه الاسبرين عشان تعمل فائده هلا أه الناس اللي بتشرب قهوه كثير ومشروبات كحوليه كتير هاي كتير فيها سعرات حراريه وكثير أه بتساعد على زيادة الوزن فالتحكم والتقليل من هدول القهوة مفيدة بس التقليل منها بيكون أحسن المشروبات الكحولية عالية جدا بالسعرات الحرارية يفضل الامتناع عنها إذا كان الواحد بده يتابع رجيم صحي هلأ المي مع الأكل هل بسمعها كثير أنا إنه مش منيحة، المي مع الأكل كثير مفيدة، حاولوا تشربوا كوباية مي على خمس وجبات صغيرة خلال النهار، مع كل وجبة كوباية مي، ما تشربوا الأشياء اللي حمضياتها عالية زي المشروبات الغازية، ما بدناش نذكر إشي معين، معروفين بالنسبة لكم، كثير سيئين، ما بيفيدوا أه بيرفع الحموضة بالمعدة ممكن يزيدوا من حالة الارتداد المعوي المريئي أه وأسباب أخرى أكثر أه ما بيفيدوا إلها المي منيحة مع الأكل وبتاكلوا لأنه بتعبي جزء من المعدة حتى بتاكلوا كميات معتدلة أكثر أه أحسن إشي برضو بنظام الغذاء ما بدي أقول لكم ما تاكلوا أكل غذاء غير صحي خارج المنزل من المطاعم وهيك شغلات بدي أقول لا امتنعوا أه عن الاكل خارج المنزل كلوا كله اللي بدكم اياه بالبيت بحد ذاته هاي القاعده شو كل القواعد اللي قلناها قبل لو بلشتوا لو حاولتوا تبلشوا انكم تمتنعوا عن الاكل خارج المنزل وتلتزموا بالاكل داخل المنزل هذا بحد ذاته هذا العنصر اذا الواحد بغير حياته على مدى سنه يحاول انه ما ياكل برا البيت ياكل من المنزل دائما راح تفرق معاه صحته أه كثير اكل المنزل دائما صحي اكثر ومتحكم فيه اكثر أه طبعا القليل من الرياضه مفيد جدا في جميع الاحوال لكل الامراض للصحه للوزن لكل الجسد لكل المواضيع اللي بنحكي فيها على الاغلب الاكسرسايزز الرياضه الـ الطبيعيه الغير مبالغ فيها مش عم اقول يعني تروح كل واحد فيكم يرفع 200 كيلو هلا لا الرياضه طبيعيه أه يحرك يرفع نبضات قلبه الشخص وهو قادر اذا قادر يعني صحيا على الاغلب باغلب الاحيان هي مفيده جدا ضيفتنا اليوم ضيفة مميز كثير معنا الدكتوره ريهام عيسى شعبان استشاريه طب وجراحه العيون مستشفى العيون تخصصي رئيس اختصاص الشبكية وقص السائل الزجاجي اهلا وسهلا فيكي مساء الخير اهلا فيك تسلم طولنا عليكم بالمعلومات لا اليوم بالعكس بالعكس معلومات مفيدة والله شو رايك فيهم متوافقين دكتوره خصوصا على موضوع المي مضبوط قد طبعا. طبعا. ايه هو كثير المي كثير مهمه كثير منيحه مع الاكل كثير بسمع انا بيجوني ناس بيقولوا لي, لي دكتور بيقولوا المي مش كويسه وانت عم تاكل لا منيحه يا عم مين مش منيحه كويسه احنا ما بنمنعها من ابدا طبعا طبعا <applause> طيب عندنا هلا دكتوره اليوم آه بدنا نحكي عن آه مشاكل العين آه لدى مرضى السكري آه فبدنا نبلش معك باول شيء آه ما هو مريض آه مرض السكري ومن هو مريض السكري هلا بالنسبه لمريض السكري هو طبعا آه اي شخص آه بيعمل الفحص للسكر وبيطلع السكر عنده بالدم وهو صايم فوق ال125 او انه السكر التراكمي عنده يكون فوق السبعة 7 طبعا يعني هذا التشخيص المريض انه عنده سكري بيعتمد على طبيب الباطنيه بالدرجه الاولى أهو. وعاده هو الطبيب الاساسي اللي بده يفحصه ويدله وين بده يروح على اي دكاتره مشان ينفحص ويتابع حياته أهو. هلا مشكله مريض مريض السكري انه انه نفس السكري بمجرد انه ياخذ العلاج العادي اللي هو السكري اللي هو عباره عن حبوب او انسولين او اي شغله من هدول الادويه ما في اعراض كتيرة يحس فيها المريض انه يضله رايح جاي على الدكتور كل يوم والتاني فبصفي انه هو هو اذا عنده وعي للمشاكل اللي ممكن تصير معاه من السكري هو بيقدر يعني يتابع طبعا هذا مين يحكي له اياه؟ دكتوره الباطنيه يعني يعني خلص باخذ هالحبه بروح على البيت بتمر سنين وهو مش حاسس حاله لانه ما في اي عوارض لمرض السكري على العين في اول سنين من السكري م. مش واضحه على العين بس مريض السكري هو المريض هو الذي يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم أه. واللي هي بت بتأدي طبعا بتأدي إلى تأثيرات على جميع تقريبا أعضاء جسمه أه. طيب أه. خلينا نقول أه. أه. عموما بمريض السكري إمتى بنقول إنه مريض السكري صار في مرحلة خطر إحنا بنعرف يعني أنا اللي بدي أوصل له إنه مريض السكري يعامل كمريض طبيعي زي زي اي حدا تاني يعني اذا كان منضبط لديه السكري امتى بنعتبر انه هذا الشخص آآ 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 مريض اول شيء معرض نحكي أخر. عن اعراض السكري اللي م. هي بتاثر فيه انا نحكي عن العيون هلا الاعراض السكري على العيون اول شيء في المراحل الاوليه لمرض السكري على العيون لا يوجد تاثير على العيون او ما بيحسش المريض في تاثير على العيون في اول سنين من السكري